بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم النيل اليوم أنت الأفضل ما دمت تتبع أحلامك ولديك طموح وعندما تصل إلى النجاح تجد ببساطة أنها تعني الإصرار النهاردة حلقتنا هتكون متميزة المتميز الأستاذ الدكتور حسين الجويلي رئيس مجلس إدارة شركة نايل ميديا للإعلام أهلا أهل وسهلا بحضرتك أهلا بك الزروان بالتوفيق يا رب إن شاء الله وسعداء نحن معاك النهاردة ميرسي آه، الاعلامي حسين الجويلي مذيع تلفزيوني قدم العديد من البرامج التلفزيونيه اخرهم من القاهره اهلا بك بدايه احب اسال حضرتك ازاي بدات مشوارك الاعلامي بصي هو منذ الطفوله وانا ما عنديش عقبات يعني ما عنديش حاجه اسمها مستحيله او ممنوعه او او مش متاحه يعني طالما ربنا خلقنا نسعى ونجتهد ونطمح ومن حقنا نصل بالطرق المشروعه الحمد لله منذ البدايه حتى انا اشتغلت مذيع وانا في الجامعه لسه وانا صغير أه لحد النهارده بفضل الله يمكن 4000 وشويه حلقه تلفزيونيه اخرهم أه برنامج من القاهره على قناه المحور أه راضي جدا على المسيره اللي فاتت وان شاء الله اللي جاي يعني في مفاجاه قريبه جدا حلوه جدا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله منتظرين مفاجاه ان شاء الله باذن الله تعالى ايه المشكلات اللي واجهتها في مجال الاعلام بصي ما فيش مشكلات بالمعنى يعني انا يمكن زملائي بيقولوا عليا محظوظ شويه في ال... يعني اللي هم قد في السن واللي كانوا معايا في الجامعه والكلام ده تمام طيب. آه بيقولوا عليا محظوظ لكن انا مش حظ هو سعي يعني اللي يقول دايما ان في عقبات وصعوبات بيبقى نايم في البيت وعايز الحكومه تخبط عليه تعالى اشتغل مذيع تعالى هتبقى طيار تعالى مش عارف ايه لا عشان تنجح وتصل اللي انت بتصبو اليه لازم تبهدل نفسك مفيش يعني ومن يتهيب بصعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر طول ما انا بسعى وبجتهد وبطحن نفسي مم. يعني الناس اللي بتنام 15 ساعه في اليوم دول واللي بيطبقين 900 ساعه نوم مش هيوصلوا لحاجه لان يعني محدش هيجتهد بذلك وانت لايم في غيرك بيصنع المجد يعني يعني في ناس تساليهم ثروتك كان دلوقتي يقول لك وانت بتساليني ولا بعد ما سالتيني ولا قبل السؤال؟ مم. كان حد حتى, حتى بيقول ان عليك ان تعمل لان يكون لك دخل اثناء النوم يعني وانت نايم في فلوس بتتحرك وشغاله في ناس وهي صاحيه وما بتدخلش فلوس اصلا اكيد طبعا اتفضل تمام مين الشخصيه اللي اثرت في حياه حضرتك في الحياه العامه بعيدا عن المجال الله يرحمه جدي جدي يعني رحمه من الله من الله يرحمه من الناس اللي اثرت في حياتي جدا كان صديقي يعني رغم ان كثره الاحفاد واولاد العم كتير لكن الحمد لله كنت انا الصديق المقرب ليه وده خلاني ان انا اصاحب اصدقائه يعني ابقى لسه في اعدادي وقاعد مع حد عنده 60 70 سنه 80 سنه فخلى دماغي تصل ان انا ما بعرفش اقعد مع ناس في سني مثلا لانه خلاص نما العقل وصله ل 70 80 سنه فده اللي خلاني ان الواحد يكبر عقليا منذ الطفوله يعني ساعدني كتير وكان بيحبني وكان بيدعمني الى ان توفاه الله ودعواته لا زالت مصاحباني يعني. في الحياه العمليه في مجال الاعلام استاذي الوحيد في المجال استاذ صلاح الدين مصطفى رئيس التلفزيون المصري السابق هو من علمني يعني هو اللي دربني في البدايه وتنبأ لي وساعدني وقال لي هتبقى ولا زال لحد النهارده بفضل الله تابع معايا يعني بيشد على ايده ويقول لي برافو وكمل وانا في ظهرك ومعاك ويدعمني دعما معنويا كبيرا يعني حضرتك قدمت 27 برنامج تلفزيوني اي من البرامج دي حضرتك لقيت نفسك فيه بص طالما قدمت حاجه بمزاجي وانا القادم عليها يبقى اكيد لقيت نفسي فيه لكن هو في برنامج سنه 2011 كان على فضائيه اسمها نور الدنيا كانت هنا في مدينه الانتاج الاعلامي برضو يعني المالك بتاعها كان معاه جنسيه فرنسيه وعراقيه مصريه كان معاه جنسيه ثلاثيه كده فراجل عقليه جباره فالبرنامج بتاعي كان اسمه الوطن العربي في القناه دي كنت في كل حلقه بتكلم عن دوله عربيه معينه اقتصادها وزراعتها والاقتصاد والزراعه بتوعها دول يقدروا يسهموا في ايه في الاقتصاد القومي العربي يعني في القناه في يوم لقيت شاب جاي يخبط وجاي القناه كده كنت في مكتب جوه كده خبطت الاستاذ فلان في موضوع دخل يعني دخلت قال اهلا وسهلا بيك قال لي انا اسمي ربيع سلطان الحسن من سوريا بعمل دكتوراه في الاعلام الزراعي والاقتصادي م. وبعمل دكتوراه تحليل مضمون وبرنامجك هو البرنامج الرئيسي اللي انا شغال عليه فلقيته عامل تحليل مضمون للحلقات بتاعتي وقال قال المذيع قال مش عارف ايه فان انت يبقى في السن ده كنت لسه صغير طبعا 2011 يتعمل دكتوراه في مضمون برنامج كانت بالنسبه لي يعني رحت ساعتها متجنن انا لسه صغير يا جدعان يعني مع ذلك البرنامج كان حلو مسموع كان كويس مسموع كويس جدا بره لان العرب او في بعض الدول بتهتم شويه بالاقتصاد والزراعه والكلام ده على اساس ان اللي احنا بنتنصل منه ساعات الناس تبدأ تقول لك انا مش فلاح انا ما عنديش ارض لا يا جماعه اللي خلانا زمان نفتخر بمصريتنا وان احنا صوره كامله تتكلم عن مصر صوره يوسف كان بسبب الزراعه لما المنطقه العربيه كلها كانت بتجوع كانت بتيجي تاخد الزراعه بتاعتها من مصر من هنا فعايزين نرجع تاني نعتز بان احنا دوله زراعيه لو اهتمينا بالزراعه م. الزراعه هتولد الاقتصاد ان انت هتصنعي هذه المنتجات تحولها لزراعه فهذا البرنامج كان بالنسبه لي برنامج مميز نظرا للحدث اللي انا اتكلمت فيه دلوقتي. تمام تاسست شركه نايل ميديا للاعلام 2011 فممكن توضح لنا ازاي جت فكره انشاء شركه نايل ميديا للاعلام؟ بصي من بدري وانا بدرب طلبه اعلام من بدري قوي يعني فرحت اماكن كبرتها يعني بالفكر بقى بتوفيق ربنا عز وجل قبل الفكر وقبل اي حاجه إن ربنا هو الاساس اذا اراد التوفيق ما حدش يقدر يقف قدامك. المهم لقيت نفسي بزرع في ارض غيري. عارفه انت تحط مثلا بزرع في ارض حد عشان تطلع تبقى ثمره يعني تبقى تبقى شجره فبتروي الاستماد اللي هيتحط والزراعه اللي هتحط هتنمو في ارضه وارضه اللي هتبقى خصبه والكلام ده هتاخد انت الحصاد زي ما بتحط الجنيه العمله في مكنه البيبس تطلع البيبس والسلام عليكم كده انت مصلحتك خلصت م. فقلت طب ليه ما يكونش عند الكيان بتاعي يعني الحمد لله اسسته أه ولم اتوقع هذا النجاح اقسم بالله لم اتوقع 10% مما حققناه يعني احنا سنويا بيدخل متدربين لنا الميديا ما يقلش عن 25 30 الف شخص ما شاء الله. والحمد لله دربنا في دول عديده السعوديه والسودان وطلبه جزائريين وسوريين ومغاربه وليبيين وتونس كل الدول اللي تتخيليها اتدربت عندنا قدرنا نعمل علامه فارقه يعني السوق الاعلامي في المجال التدريب تحديدا بنستحوذ على الاكثريه بتاعته بفضل الله ودايما بندعم الطلبه الشركه عندنا مش بس تدريب اعلامي لا احنا عندنا وكاله اعلانيه داخل الشركه عندنا حملات الحمد لله بنقوم بيها محترمه جدا وعملنا حمله سنه 2017 للبورصه اللي كان مشروع رئاسي تبع رئاسه الجمهوريه ونجحت جدا الحمد لله الحمله كانت حمله ضخمه يعني على 45 قناه في وقتها كمان شق الاعلام انتاج البرامج الحمد لله بننتج مجموعه من البرامج وماضيين ان شاء الله في التفوق والمسيره النجاح باذن الله ان شاء الله يعتبر السوشيال ميديا محل اهتمام الكثير من الفئات الكبار والصغار صحيح. حضرتك شايف ان إذاعة الراديو على مواقع التواصل الاجتماعي فكرة ناجحة؟ بصي السوشيال ميديا كوم والراديو الراديو الاونلاين كوم تاني ملوش متابعين يعني المستمع او المشاهد هربان من التلفزيون للسوشيال ميديا تروح تسمعين برامج هناك تاني عشان كده بقول لك الحاجه اللي على السوشيال ميديا بزيد عن 3 4 دقايق ما حدش بيتفرج عليها فمذيع الاونلاين سيظل مذيع اونلاين مش هينتقل لاكثر من ذلك فلازم دايما نسعى ان احنا نطلع الفضائيات زي حضرتك كده أه بكتشف دلوقتي واشوف ان حد كاتب الاعلامي فلان مقدم برنامج كذا على راديو محمد اونلاين طب انت منين اعلامي ومنين جبت الصفه دي ومنين اصلا فين خبرتك اللي اتعلم بيها الناس فقد الشيء لا يعطيه دمجي. انت ما عندكش خبره تديها لحد فين قدمت برنامج كذا على قناه كذا وكذا وكذا عشان تدي خبراتك والامور اللي انت مريت بيها للناس اللي هتتدرب عندك او كده فبقت بقت ملطشه فعلى زين يعني كمان نؤكد ان القانون المصري لا يرخص ازعات الاونلاين ما فيش حاجه اسمها راديو اونلاين مرخص يعني ما فيش الكلام ده لسه مش متاح عندنا فعشان كده بنقول للناس اللي بتتدرب خدوا بالكم شويه من الموضوع ده وما تحرتش في الميه يعني الحرث في المياه ملوش اي لازمه ما شفناش مذيع مشهور في برنامج اونلاين اطلاقا اليوتيوب ممكن يحقق نجم لانه بيستخدم عامل الصوره والصوره دايما مؤثره جدا لدى المتلقي المصري تحديدا يعني ايه سبب تمسكك بالطلاب للعمل مسلسل كرتوني أو منتظر من شركه نايل ميديا للاعلام بصي الطالب دايما عنده طموح لان يحقق عايز يثبت ذاته في ناس بقى كسلانه وقاعد كده في البيت يقول لك انا اعمل معاكم مسلسل تدوني مثلا 200,000 جنيه اه اذا كان اصلا راس مال المشروع كله مش 200,000 جنيه بتاع الكرتون ده فبنعمل حاجه الناس اللي عندها موهبه الدوبلاج والكلام ده واللي هي بتحب التعليق الصوتي وكمان التمثيل الكرتوني او مخاطبه الاطفال عامه احنا قلنا بقى نعمل لهم مسلسل اسمه يوميات مصريه هو مش على غرار بكار حاجه في هذا قريب من كده يعني البطله اسمها حوراء و بتخاطب السلبيات في المجتمع مع الفريق بتاعها اللي هم في ابتداء يعني والفريق اللي عمل اللي احنا صورنا حلقتين خلصناهم الفريق اللي صور وعمل أبداعه جدا يعني عايز اقول لك في قمه الابداع احسن من المحترفين اللي بقالهم سنين طويل نقدر في مصر نعمل مسلسلات كرتون طيب. نقدر نعمل كل الانتاجات الغرب بيعملها وللاسف الكرتون بالذات ماده بتوجه للاطفال في النشء فلازم تحط حاجه فعلا تتوخي فيها الحذر ان الاطفال ما يقلدوش حاجه سلبيه. تمام ايه سبب اشتراكك بالمسابقه العلميه بوزاره البحث العلمي؟ وزاره البحث العلمي انا من طفولتي بحب المسابقات يعني دايما بحب اي حاجه فيها تسابق لازم تلاقيني راشق فيها يعني. آه كنت دايما بحصل آه على آه مسابقات آه بحثيه البحث العلمي لقيت وزاره البحث العلمي عامله اعلان ان مسابقه عن ابحاث الطاقه النوويه. ما اتخضتش لان انا كنت اخدت جائزتين على نفس الموضوع خدت جائزة جائزة في ابحاث الطاقه عن الوكاله الدولية القذرية تبع جامعه الامم المتحده جامعه الامم المتحده وخدت جايزه أنا تبع الشباب والرياضه عن برنامج نور ايران فلما لقيت وزاره البحث العلمي اعلنت ما خفتش دخلت اشتركت وكان عدد المتسابقين ضخم جدا فوجئت ان انا خدت المركز الاول فالناس كانت مستغربه انت راجل دارس اعلام مش بتاع علم يعني قلت لهم اللي عايز يعمل حاجه يقدر يعملها بالبحث ولا والمثابره يعني فوجئت بعد كده ان مش بس لقيت الوزير باعت ورحنا عملنا اجتماع وقابلت لجنه كامله من اساتذه الجامعه في كليات علوم وما الى ذلك قالوا لي ان احنا هنحول البحث ده لكتاب بجد اه احنا ممكن نروح دار نشر وننشر كتاب وكده لكن الدوله هتطبع لي كتاب فلقيت الدوله قالت لي اه احنا هنطبع لك كتاب اسمه الطاقه النوويه بين السلم والحرب ونحول هذا البحث الى كتاب وتم اصداره كان الاصدار الاول على الاطلاق للشباب من وزاره البحث العلمي بقلم حسين جويلي بفضل الله كتاب اسمه الطاقه النوويه بين السلم والحرب صادر عن وزاره البحث العلمي تمام حضرتك شايف بعد ما الشخص بيوصل للقمه حضرتك شايف بعد القمه ده بيكون في ايه القمه هي البدايه كل اللي انت كنت بتعمليه قبل القمه ده سعي لان تصل الى القمه لسه المهم بقى مش انك تصل للقمه المهم ان انت تكملي في القمه لكن انا ممكن جدا اسعى لان اصل الى القمه وبعد كده انزل تاني يعني فريق مثلا متصدر الدوري الانجليزي يعني ساعة وفاز وصل درجه هوب ماتشين ثلاثه نزلوه المركز السابع الثامن تاني مش المهم ان تصل الى القمه المهم ان انت تكمل ما بعد القمه ايه اللي بعد القمه ان انا استمر في هذا الثبات بقى في النجاح والثبات على القمه ما من نزلش تاني كنت في زياره للسودان من فتره وجيزه فما مم. سبب الزياره تدريب اعلامي يعني حظيت بفضل الله ان انا رحت دربت الاعلاميين السودانيين في في مقر التلفزيون السوداني الرسمي في مدرمان والحمد لله كانت تدريبات ناجحه جدا عايز اقول لك ان اشهر مذيعه سودانيه من من متدرباتي يعني اسمها الاء حتى انا لها لوشي يعني فالحمد لله بقول لك ان احنا حققنا نجاحات يعني ان انت تروحي السودان وتدربي في في تلفزيون رسمي للدولة ده كان بالنسبه لي حاجه انطلاقه محترمه جدا وبالمناسبه عايز اقول السودان بيحبونا جدا شعب السودان يعشق مصر وكذلك احنا نعشق مصر فبوجه الرساله دي من هنا ما حدش يتنمر ما فيش حاجه اسمها ابيض واسود الكلام ده يعني انا كنت في احد الدول الافريقيه مره لقيتهم بيتنمروا على البيض مش السودان لا دوله ثانيه بيقول لك ان ربنا لما جه خلق البشر السود استوى والبيض دول لسه نص سوا فاحنا عايزين نخرج بقى من موضوع التنمر لا الابيض يتنمر على القمح ولا القمح يتنمر على الابيض ولا لا عايزين نعيش حياه صافيه مش احنا اللي خلقنا نفسنا كلنا بشر السودان دوله شقيقه وشعب محترم وجزئنا الثاني مش عايزين ننسى ان احنا كنا في يوم الايام دوله واحده اكيد يعني احنا كنا لحد حكم رئيس الراحل عبد الناصر كنا دوله واحده يعني لحد منح الحكم الذاتي ثم الاستقلال فزياره السودان كانت من الزيارات الخارجيه اللي انا مبسوط بيها جدا او ان انا سافرت دوله حبيت شعبها جدا وان شاء الله قريب جدا مسافر تاني بنجهز السفريه قريبه جدا خلال شهر ونص وباذن الله تنتظروا مفاجات كبيره جدا في النجاح بالنسبه لناي المادي يعني. ان شاء الله لك العديد من المؤلفات اشهرها طريق الى تل ابيب وللقدر راي اخر هل ستستمر في مجال الاعلام ام ستتفرغ للتاليف هو بصي الاثنين بيكملوا بعض تمام. يعني الكتابه هي الكلام والكلام هو الكتاب ما يكتب ينطق وما ينطق يكتب فالاثنين مكملين بعض ان شاء الله يعني انا بعتز جدا باللي انا الفته وفي كتاب كمان جديد بخلص فيه يعني أه أه حاجه عن السياسه الخارجيه السعوديه تجاه القاره الافريقيه اعتبر خلاص في في نهايته يعني كتاب يعني 350 صفحه من القطع الكبير أه الاصدارات السابقه طبعا كتاب أه للقضاء راي اخر مجموعه قصصيه وناجحه جدا يعني طبعت منها بتاع خمس ست طبعات لحد دلوقتي مي. الحمد لله بشكر الناس اللي بتهتم انها تشتري الكتاب ده بعتز بيه كمان لانه فيه قصتين بيناقشوا القضيه الفلسطينيه من بدري يعني في كتاب بالطريق الى تل ابيب دي روايه وفي الفقر في العالم بين الاسباب والحلول ده كتاب اقتصادي وفي كتاب مصر 7000 سنه اضافه لكتاب الطاقه النوويه بين السلم والحرب وفي كتاب مبارك المفترى عليه والمفترى علينا على غرار كتاب انيس منصور عبد الناصر المفترى عليه والمفترى علينا تمام طيب. يواجه معظم خريجي كلية الإعلام مشكلة الواسطة حضرتك شايف فعلا في مش... في مشكلة الواسطة ما فيش مجال في العالم مفهوش واسطة ليه إحنا دايما بنقول الإعلام بس اللي فيه واسطة بنشوف في كل المهن يعني اللي عنده محل بيشغل ابنه مكان فليه إحنا دايما بنصب... بنسب الإعلام هذه الصبة إن هو بس اللي فيه واسطة مش هنكر إن مفهوش واسطة كل المجالات كل المجالات في العالم مش في مصر فيها وسطات هتلاقي ابن الملك ملك وابن مش عارف ايه، كل واحد عايز ابنه يبقى معاه في المجال بتاعه. خش عياده تلاقي الطبيب فلان وابنه معاه، المحامي ابنه معاه، اللي مش عارف شغال ايه ابنه معاه. فكل الناس ابناء العاملين مش كانت الناس كلها بتسعى انها توظف ولادها في مكانها معاها في نفس المكان؟ ليه بنستنكر حاجه على غيرنا وبنحبها لنفسنا؟ فموضوع الوسط دي حجه يعني. اللي عايز يصل زي ما قلنا بالسعي والاصرار هيصل. لكن قاعده في البيت وعايزه بقى جواب التعيين اللي هتبقى اعلاميه في القناه الاولى مش هيحصل. اسعي وتدربي واجتهدي واشتغلي على نفسك وان شاء الله هتوصلي لحلمك ذات يوم المهم الاصرار والاكمال في الاصرار مش الاصرار اصل هريح شويه وبعدين بكره اصحى اصر جامد انت عارفه انت الحاجات بتاعه الشباب دي مم. واخر سؤال معانا حضرتك توجه نصيحه لطلاب كليه الاعلام بايه اولا كل سنه وكل طلبه اعلام مصر طيبين بمناسبه عيد الاعلاميين وكل سنه واعلاميين مصر بخير وسلام ورقي وازدهار وعمار وخضار وكل حاجه أه القادم افضل ان شاء الله الاعلام المصري يظل في الرياده احنا احنا من سبق يعني احنا من قاد ومن علم ومن اسس مجال الاعلام في الوطن العربي المهم ان احنا نستمر انا بقول كل سنه طيبين لل لطلبة اعلام ان شاء الله نحتفل السنه الجايه كل واحد محقق طموحه وذاته في المجال أه طلبه اعلام ما تيأسوش هي المشكله الوحيده اللي بتواجهنا في مصر العدد الخريجين كتير يعني تخيل ان كل سنه بيتخرج من كليات عشرة 10000 طالب احنا مش محتاجين 10000 مذيع فالاهالي بس هي اللي توجه كليات ولادها يعني لما يبقى في مهنه فيها زحمه ما تروحش انت تزود الزحمه شوف في مجالات في يعني في كليات عمليه بتتيح لك العمل في مهن ثانيه مش لازم كل الناس يبقى مذيعين لو كل الشعب بقى مذيع مين هيتفرج علينا يعني مين الجمهور اللي هيشوفنا يعني ولو كل الناس بقت اطباء مين هيتعالج ولو كل الناس بقوا صيادله مين اللي هشتري الدواء؟ فلازم كلنا نتوزع، ربنا عز وجل بيقول لك رفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات. لازم الانسان الوزير ما يعرفش يعيش من غير السباك. والاعلامي ما يعرفش يعيش من غير الموبايل المحرف، كلنا بنكمل بعض. مش لازم كل الناس تبقى مذيعين. ومجال الاعلام تحديدا بلاحظ ان كل طلبه الاعلام عايزين يشتغلوا مذيعين، لا ما هو في كليه الاعلام دي بتدرس لك الاخراج والمونتاج والتقارير والتصوير. كل هذه المهن المساعده مش لازم كل الناس تبقى مذيعين يعني. وان شاء الله اتمنى لهم التوفيق والسداد يا رب دايما يا شكرا رب لك. ان شاء الله احب اهنئ كل اعلامي واعلاميه كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا دكتور حضرتك بخير وسلام يا سيد روان وقبل ما اختم فقرتنا احب اشكر الاعلامي الاستاذ الدكتور حسين اجويلي رئيس مجلس اداره شركه ناي للاعلام شكرا لحضرتك شكرا ولوجودك المتميز معانا بالتوفيق يا رب دايما حلقه ممتازه واسئلتك كلها محترمه وسعيد جدا بوجودي معاك ويا رب دايما نشوفك متفوقه يعني. ان شاء الله واحب اشكر والدي الاستاذ محمد طلبه شكرا لحضرتك جدا ان انت واقف معايا وشكرا لوالدتي الاستاذة نعمه رزق وخالته هبه وكانت معكم روان محمد طلبه والى اللقاء